إن الدين عند الله الإسلام. أما ما يصنع بعض الناس من قراءة للفاتحة عند القبور ويهبون ثوابها للأموات أو على روح فلان، نقرأ الفاتحة على روح فلان ونحو ذلك، هذا كله مما لا أصل له. وبعض الناس يذهب إلى المقابر ويفعل كل شيء إلا الشيء الذي ورد في السنة لا يعرفه. بعض الناس يذهب إلى المقابر ويفعل عندها كل شيء إلا الذي ورد في السنة لا يفعل منه شيئا. ولهذا بعض الناس لو سئل ما المشروع عند زيارة القبور، ما المشروع الذي ثبت في السنة، لا يدري، لكنه يأتي بأعمال كثيرة ليس لها أصل في سنة النبي الكريم صلاة الله وسلامه عليه. ومن ذلكم قراءة الفاتحة، إذا وصل إلى المقابر قال الفاتحة على روح فلان مثلا ثم يقرأ ومن معه يقرؤون، هذا عمل لا أصل له. النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة عن ماذا يقال إذا زار المسلم المقابر، فقال تقولون السلام عليكم أهل الديار، ما قال اقرأوا الفاتحة. لو كان مشروع قراءة الفاتحة لأرشدنا إليه الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه، قال تقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين المسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، فأرشد إلى السلام والدعاء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.